أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب قوله تعالى. هذا مثل باب قوله تعالى، قولك إلهي أي أباب يا إلهي بير. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين كوي استجابوا لله والرسول، إلهي رسولك سأجيبي صلى الله وسلم وبارك عليه، من بعد ما أصابهم القرح داوع مركو أصيبيك بعد ودقالك أحد مركي لباتي داوع وكسو قاري كبعد كوي إلهي رسولك سأجيبي يقول لباتي دا هايسو. للذين كوي وحاوسقنا ذي أحسنوا إحسان سميي وعمل كودا وناجيي منهم مؤمنين تحالي كمديهم واتقوا إلهينا كعب سدي وحاوسقنا ذي أجر عظيم أجر وين أي إليهن ويري الله سبحانه وتعالى يدو حيكا هذلي هذه الظروف كهيسة ظروف تاسيها النغة ظروف حنون آهي الدباتو هذا هذه الدباتة هذه أدوها المانتي استجابة لله وللرسول دا عدي إلهي يتكود داري وحنون سنتهاي دباتة كهيسة ظروفة كهيسة محبة لله يدا عدي هدنا هذه المارك تأود سداسة هين أيا وحكو كحين يجعيل إلهي أجعشهي أيا دا عدي كو كحين أيو. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامي كوا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم وحي أجيبين من بعد ما أصابهم القرح أيقور داوعان ورفات سون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قوله تعالى القرح إلى هيء يري الجراح أي اللوجه هذا داوعيد مركي أصيبين وداوع وكل عيك بعد. وقوله تعالى استجابوا أجابوا مركي إلهي رسولك سأجيبين، قال تعالى إلهي وحو يري: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويستجيب الذين آمنوا كو إلهي رسوشي سرميين وعملوا صالحات أعماشا ونكسن السمايي ويأجيبان إلهي رسولك سيبولي قد بأجيبان. قال البخاري يجيب ويأجيبان إلهي رسوشي سي أي مروا البابا بارئيهين وأي أدعاهم. انت سبابك أغتغي إمام البخاري وعددي سيهر الشيخ وخلافيو مركو آية ترجمستو آية داسوحي أحاديث هي قصص كسو أروري أيو نو شيغي جيري هل كاسو اوغا تغي بابكي وحو بلاوي شيخو باب قوله تعالى آيات كالو بلاوي ساقو آيات دي هوري أنو شيغين وحي أحاديث إيا قصص وكسو عروري. ولذلك مركا حافظك وحو كولي يا تنبيه براروجين لم يسوق البخاري في هذا الباب حديثا. إمام البخاري باب كان كما أوسن كحينين وحديث وعددي سي هوري أو خلافي وكأنه بيض له إنه ماشى عديو إسلاها حديث هليشي أي دعي كرتو شيخو وكتغي أما وكغيريو دي إساقون وحديثة عن هليشين واللائق به باب كان وحا لائق أها ومناسب أها حديث عائشة. حديث عائشة هرى نسو قادني أنها قالت العروة في هذه الآية: يا ابن أختي كان أبواك منهم. أبها إيهو يدا كواس إلهي رسولك سأجيبي أي كم دها يوم أبواك وحي ولجه دا يعني لبضى دعابة منهم الزبير وأبو بكر أبي سو الزبير أبو بكر وأبو أدنا كاسي لبضى ولجه داو. وقد تقدم في المغازي مع شرحه وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد مركي كسو اللابتين قالوا مشركين توحي راهن لا محمدا قتلتم ولا الكواكع ولا الكواعب أردفتم. نبي محمد نسوما أدنان دلين صلى الله وسلم وبارك عليه ولا الكواعب قبله النساه كوسنانا أردفتم قاديد كما أدنان سو صارا وقبله نما أدنان سو غني ميسان يولي جهدا قبله مسلمين تي يولي جهدا قبله مسلمين تي قاديد كما أدنان صارا. نبي الله محمد نسوما دلين صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعتم واحد صنعيسا وواحد باصلير. فرجعوا الدبي وصل لابتين فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ضدك يسوقوا ياري فانتدبوا ضدك والله ياري حتى بلغ رسولك الله كجاري صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد ماشي الليلة. فبلغ وركاسي وحو جاري المشركين قال دي وركي جاري فقالوا حيراها نرجع من قابل سنة كسوس على سؤال الله بنا إن هذا إنسك الله بنا
فأنزل الله تعالى إليه حسودجي الذين استجابوا لله والرسول الآية أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ وإرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هذا متكن باب قوله تعالى قولك إلهي أيوب بابيهي إلهي وير الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى إلهي وحول الذين كوي قال لهم الناس ضدك أي كوي راهن إن الناس ضدك قال لها قد حقيقة جمعوا لكم وإذين أروريان وإذين كلميان بمعنى الجموع الكثير جماعين فربضان إعيدا فربضان أي قال لدي اسكد بردينو مؤمنين تي الله عبسي قليل فخشوهم كعب صدا عيدا مدى اللي دين دياري كعب صدا كوي سيدا اللوغو هنجبي أو اللوغو عقا جوغلي ومركا عقا جوغلي انتا أيوغو نديدين فخشوهم فزادهم إيمانا هذا الكاسي إيمان بأسي زيادي إيمان أيو يقسي نمو أيو سي زيادي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وحين يراهن إلها نغفلا آيات داس حديثي قصص كيكوسة عروري أيو الشيخ النوشيق رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس ومن باب النسبة إلى جده وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي شيخ الكوفي قهو أراه وحوته البخاري قال البخاري أراه أي كدغنت قال البخاري بخاري يا وحوير أراه وحن أم لينا شيخي أحمد بن يونس قال إنو يري حدثنا أبو بكر هو ابن عياشة أبو بكر بن عياشة الكوفي وكوذاه ساس إنو شيخي وكدري حديث كان وأم لينا وشك من البخاري وبخاري إسناد كشكي لكن حاكم أجير أم بشكنبا حاكم أبو عبد الله وإسناد كان سيدة أشياء بخاري وكشكين أيو لكن أسوى أن شكين أسوى حاكم أوسن شكين في إسناده أي أجير شيخنا ونو شيخي وحوير قوله حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر كذا وقع القائل أراه وحده هو البخاري وهو بدم الهمزة بمعنى أظنه وكأنه عرض له شك في اسم الشيخ شيخه وحد عكرت الشيخ إنه كشكي الشيخي سمقعيسي وقد أخرجه الحاكم حديث كما حصل صاري حاكم من طريق أحمد بن إسحاق عن أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش بإسناده المذكور بغير شك وكان حاكم وشك مرك إنه يعني شيخ سايا اسكشك إيمان وصحيه هيو بخاري ساسا لو رجه ذا ما وصن شك حاكم لكن وهم الحاكم في استدراكه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس الكوفي قال البخاري أراه قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن عياش الكوفي ورجه ذا عن أبي حسين هو أبو حسين وعثمان بن عاصم عثمان بن عاصم الكوفي عن أبي الضحى ومسلم أبي الضحى عن ابن عباس قال تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قالها وحيري كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام حين وقت يري نبي الله إبراهيم ألقي النبي الله إبراهيم لقر ذي في النار الدبكي قال ذو مركي الدبكي كر ذي النبي الله إبراهيم كلمة إلهي كبت بادي حسبنا الله ونعم الوكيل أيه. وقالها كلمة وحيري محمد النبي الله محمد يري صلى الله وسلم مبارك عليه حين وقت يري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال ذي أي راهن إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم مركي قال ذي راهن قال ذي وحي راهن قال ذي وحي الليدين كل مي عيدا ما فربضنا عيدين سعد مؤمنين تي كبغة فزادهم هذا الكاس مؤمنين تي وحو أزيادي إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لها أسرار عجيبة أسرار عجيبة إلى ذا هيدتك صالحين تاي أنبيدي رسوشي خليل الرحمن وكمدي يا هاي وقو خير بدن يا هاي خير خلق الله نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وحيو استعمار جرين أوقات الشدة والكرب حلية الشدة إيا كربض إي سو وجهده أي كلمة أسرار تيدا أديك سنجرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يعني قفكو هدو أريقا سيراه وحمبار سن يا هاي وتوكل إلهي غفلان إلهي يعني غفلان ونعم الوكيل مثل تلسارتنا إلهه ونعم بضان فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ساسد نغاني أدغان هذا كلمة أدغان أدغستو وحد سوء قلي قولدي إلهي سيدا وقوب شاريو
wax xumaanaho ku taabanaya ma jiro ilaa fadli iyo dheeraad ilaahay iyo raxmad inaad ka hesho mooye. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس عن أبي حسين سنتك السابقة هو عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم نبي الله إبراهيم هذا الكيس وحا قدام بيي حين ألقي في النار مركي دبك اللي هذا الكيس وحا قدام بيي حسبي الله ونعم الوكيل قسو كلمة سألك سلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى إلهي وحده ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيذوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال تعالى إلهي وحده ولا يحسبن الذين كوي يسن أمرين يبخلون كبخيليا بما شيء كبخيليا شيء سو آتاهم الله إلهي أسيي من فضله فضله سوحي إلهي أكسيي وحوله حلاشاها oo ilaahay uu siiyay kuwa ku bakhiilaya yaysan u malaynin huwa khayran lahum bukhligaas inuu khayr yahay yaysan u malayno bal huwa sharrun lahum xoolaha ay kaydaysanayaan oo xuquuqdii masaakiinta ay ku dayacayaan ilaahay wuxuu yiri sharu u yahay laakiin ayagaan ogeyn bal huwa sharrun lahum sayudawquna ma bakhilu bihi xoolihii ay bakhiilaan qoorta loogu xiri doonaa oo dhimbilo naareed iyagoo ah ama abeesaba looga soo dhigay maalkoodii ayaa lagu ciqaabi doonaa. Qaala al-Imaam al-Bukhari rahimahullah ta'ala huwa ka qawlika lafdigan sayudawwaquna ma bakhilu bihi wuxuu la mid yahay hadalka aatiri oo kale dawwaqtuhu bidawqin saasuu la mid yahay dawwaqtuhu shakhsigi waxaan ugu qoor xiray bidawqin qol aan qoorta u suray qolka waxa qoorta lagu wareejinayo هذا الكاس ولم يدهي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن منير هو المروزي سمع أبا النضر أيو مغلي هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أبيس عبد الله بن دينار المدني عن أبي صالح أثبت الناس لأحاديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه من آتاه الله مالا qofkii ilaahay maal uu siiyo falam yuaddi zakaatahu maalkaas zakadiisana aan gudan muthila lahu waxaa loo soo sawiraa qofkaas maaluhu maalkiisa waxaa loogu soo sawiraa oo loogu suuradeeyaa shujaacan abeeso shujaaca bimacna alxaya loola jeedaa hadda abeesaa maalkiisa looga dhigaa shujaacaasoo aqraca ee tinlaawo ah abeeso wax tina aan lahayn wax dhogora aan lahayn waa likathrati sumuumiha baasha sumteedu aad u fara badan ayaa maalkiisii looga dhigaa lahu waxaa u sugnaaday shujaacaas zabiibataani laba bar waa abeeso laba bar ku leh indhaha korkeeda indha labada indhood korkooda laba bar ay ku leedahay yudawaqu waa loogu qoor xiraa hu shujaacaas waa abeesadaasaa qoorta loogu xiraa yowmal qiyaama maalinta qiyaamaha abeesadaas qoorta loogu xiraa yaakhudu shujaacaasi wuxuu qabtaa bilihzimatayhi yacnii bishidqayhi labadiisa yacnii lafdaan ayuu qabtaa ha loola jeeda labadiisa lafdaan ayuu saa u qaban yaquulu markaas wuxuu leeyahay labadiisa daan markuu qabto shujaaci abeesadii labadeeda daan qabanayse labadiisa daan uu qaban wuxuu leeyahay marka shujaaci ana maaluka ana kanzuka waxasaan yacni kuu ciqaabaya waa maalkaagii waxasaan kuu ciqaabaya maalkaagiiyaan ahay ana kanzuka kaydkaagiiyaan ahay uma tala hadihi alaaya markaasuu aayaddan akhriyey rasuulku sallallahu calayhi wasalam walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi ilaa aakhiri alaaya. qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala baabun hada midkan baabun baabu qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wala tasmacunna min aladiina uutu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kahiira. qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wala tasmacunna ka maqashaan mu'miniintii haddaad tihiin min aladiina kuwii xaggoodii waxaad ka maqlaysaan uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum adinka hortiin kitaabka la siiyey oo min aladiina kuwii xaggoodana waxaad ka maqli doontaan ashrakuu ilaahay u shariig yeelay adan kahiiran dhib badan oo aflagaada ah ayaad ka maqli doontaan labadaa qoloba waa kuwii ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara iyo kuwii mushrikiinta ahaa labada waxaad ka maqli doontaan dicaayad iyo
aflagaado fara badan ayaad ka maqli doontaan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala قصدي يا حديثي كتمت آيات الشيخ نوشيغي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أي أخبره أسامه عروة الشيخي أن رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم ركب على حمار دمير كري رسولك صلى الله عليه وسلم على قديفة كتيفة دون كري نبي صلى الله عليه وسلم قديفة داسو فدكية مجالة فدك اللي يرالون اسبي وكتيفة ده حلك على كي نجري فدك دولات كمجالة مدينة أي كتير لي لكن هذا مجالة مدينة بلارتي وفدك بقى مدينة بكم من نقطة فدك نفتي دي مجالة مدينة بكم من نقطة واردف النبي صلى الله عليه وسلم وحصافا صاري دميركي ونبي صلى الله عليه وسلم صافا صاري أسامة بن زيد وراءه قداشيسي وصفا صار رسول صلى الله عليه وسلم يعود حال صوب وقرا رسول صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج حاله كسوغن هي سعد بن عبادة وهر بن الحارث بن الخزرج دحدغنا اي نبي صوب وقرا صلى الله عليه وسلم قبل وقعه بدر دغالكي بدر دعيديسا كهر اي صوب وقرا نبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه سعد بن عبادة قال اسامه وحو يرى حتى مر مشى ينسو قدرنا مر مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر إلى أصومري رسول صلى الله عليه وسلم بمجلس مجلس أصومري مجلس كاسو فيه مجلس كدحديسة عبد الله بن أبي بن الصلورة وكسوغن يهي ورئيس المنافقين لكن حل قاهته منافق بحتى ما هنا وقال عد مركز مجلس كأوجوغو وقال عد يستي حالة داس عبد الله بن أبي بن الصلورة وذلك وقت قاسو النبي صلى الله عليه وسلم مجلس كأوننكاسو كل حجر أصومرينا قبل أن يسلم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول انتو سنصو إسلام كهرو بمعنى وحلو لجيدا قبل أن يظهر الإسلام النفاقا منافق نمد درتيد انتو سن إسلام كأعدي سنو إلا مركو سو إسلام نفتيد إسلام نمي مبجرته واسك منافقه بعد إسلام منافق نمي نقول انت سيدي حديث فربضان هم كسو قادن أي منافق نمي إسلام نمي مبجرته وإسلامين سوريا إسلام نمي سوريا ويوحى الرواية دين كوشي يجيسو وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول أي قبل أن يظهر الإسلام نفاقا انتو سن إسلام نمذا عدي سن منافق نمذا درتدنا وصنو عدي سن منافق نمذا كتاي مركا نفتي دي سلام نمذا قابل مجرتي فإذا وقت قاس في المجلس مجلس كدحيسة وحاكوسو قنبا أخلاد ضد اسكو قصن ضد اسكو قصن مجلس كوجيري أخلاد داسو من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان مسلمين ويسو جيران إيو كوكا لوحا مجلس كجوغا قالوا هو أصنام تعابود أيو إيو واليهود يهودنا حتى ماشا وافرسا والمسلمين مويدين قري ماشا واليهود كذاشد مركا مسلمين تيال سوء العلي أخلاد من المسلمين وصامرنا أخلاد من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود مركا تيوهرا بسك كافين لهيد مصغي إنساسة إن لهيلي جران أم علينا أو حبس علينا أوش محويره شارع مكغبت صحوي محويره كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخرا بعد البداءة به مركي لفظ المسلمين هرى القصة بالله هدنا لسوع العلي رشاو والأولى حدف أحدهما وعفي عنه ويري الله مدود مدئن لسك حدفه المسلمين تهرى اللي حدفه ومدود من اللي حدفه وسقدت الثانية كلمة الوالد المسلمين وحيكد علي من رواية مسلم وغيره رواية مسلم غير كيسو يكرد عليه وأما قوله عبدة الأوثان فعلى البدل من المشركين وأساسه رواية مسلم غير هذا ماذا أون زيادة ماذا اللي سكرديهم يا شيخ وشايل من اللي سكرديهم فإذا في المجلس أخلاد من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود تاسد ما سكردي النمرك واليهود وفي المجلس مجلس كدحيس وحاكسونا عبد الله بن رواحة أو مركا يعني مسلم كصحابي ونايو جليل كها أيها كسوغا المجلس فلما غشيت المجلس مجلس كي مركي الدباشي عجاجة الدابة دابدي النبي قوتي صلى الله عليه وسلم بور كيدي مركي ماشي داتك وكسوغ بدي خمر عبد الله بن أبي وحو الدباشي أنفه سنكي سيو بردائه قوئي مركي أوسيتي قوئي سنكي كد دباشي وحمينه النبي قوكو حمينه يا صلى الله وسلم وبارك عليه ثم قال مركي سوحو يري عبد الله بن أبي بن السلول لا تغبروا علينا هن بورينين وير بورك نقلتها بورك أدنى لاعق مريسان نقد دايور
فسلم رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم عليهم ذاتك أهل المجلس كي أي نبي سلامي صلى الله عليه وسلم ذات مسلمين عميشة كجرة ثم وقف نبي واستاغي صلى الله عليه وسلم فنزل دابد يكدقي رسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله إلى الدين الله دينت إلهي وذاتك أهل المجلس كاها وذاتك أغياري رسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ذاتك أهل المجلس كاها دوشه ودنا قرآن وكو آخره رسول صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي بن سلولة وحويري أيها المرء قف كانوا إنه شأني لا أحسن وحكونا أكبدا مجران مما أي الذي كي تقول كو هذا اللي يسيد أو ذلاده إن كان حقا هدو حقي هاي وحاد كو هذا اللي يسو فلا تؤذنا به هنقول لبن شيء قاعد كو هذا اللي يسو في مجلسنا مجلس كأنه هنقول لبن ارجع إلى رحلك أرادو هركاقي هركاقي يدقان كايقو اللابو ها شيء يسو وحونا أكسن لكن مجالس هنقول لبن maalaha raxligaagii iyo deegaankii aad kala timid halka la aad u yir oo rasuulkiiba aflagaadeena sallallahu calayhi wa sallam abdullah ibn abi la wa gal iska cadaysto wa man jaaka qofkii ku yimaada faqsus alayhi qofka shakhsiga dushiisa uga qise hadalkan aad sheegayso qofki gurigaaga kugu yimaada u sheegay fa qala abdullah ibn rawaha wuxuu yiri bala ya rasuulallahi fakhshana nagu soo dabool bihi xaqaas aad weetid fi majalisina rasuulillahi guriga ku sinaane meel walba fadhino nagu keen meel walba laba qof fadhiisa aad ku aragtid نوغو إمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نحب ذلك حقا سواب جعلنا هاي فاستبوا حيث عايي المسلمون والمشركون واليهود مسلمين تي مشركين تي يهودي ماشي على اسكو عايي حتى كادو إلى إكاسيغان يتثاورون إنا اسكو كعان إنا اسكو كعان إلى إكاسيغان فلم يزال النبي نبي صلى الله عليه وسلم كمزول يخفضهم إنه قعمها أرارعنا يودجينا ورسدجي أوليه حتى سكنوا إلى أي كحسلان ثم ركب النبي نبي صلى الله عليه وسلم واسك كوري دابته دابدي سفصار واسع عليه حتى دخل على سعد بن عبادة إلى سعد بن عبادة وصو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحكير سعد يا سعد سعد يو ألم تسمع من مغل المياه ما هذا الكي هذا الكاس وقال أبو حباب هذا الكويري من مغل المياه سعد يريد حول جيدا نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول أي حول جيدا قال ننكاس وحير كذا وكذا وركاس في عينين أي يري ننكاس قال سعد بن عبادة وحري يا رسول الله رسولك الله اعف عنه رسولك الله اسكعفي واصفح عنه كسي جيسو اسكدافو اسكعفي فهو الذي الله يكون ارت انزل عليك الكتاب كتابك دوشا هذا كسو دجيه لقد جاء الله بالحق الهي حقي يليم الذي حقا سو انزل عليك دوشا هذا الهي كسو دجيه ولقد حال حقا سلي ويمد وكو يمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اصطلح اهل هذه البحره مقالدان أهل كيدو أي كوهشيين بحر بمعنى البلدة يالو لجهدا المدينة المنورة يالو لجهدا مقالد المدينة المنورة مقالدان أهل كيدو أيو كوهشيي أي رسول نمضان وكوتمد على أن يتوجوه إلى تاج اللبسان من كان عبد الله بن أبي بن سلول بقرى لغا ديقرب هير مدينور لن وحيد دكان أي مدح لغا ديقرب أي دو مركب مدح نمضان لو شرح أيو لو ديارين أيو أي دو كوتمد مقالد مركب ماشا يعني رسول نمضي دكالية ما أهاني xoogaa waxa ku jira maasha madaxtinimo iyo madaxtinimadii magaalada iyo ayaa lagaala wareegay iyo waxaasa ku jira xafiiltan kala ku jira xafiiltan kala ku jiro oo yaani xaq kaliya uu diidan yahay kaasa uu helisay xaq diidnimada taasa uu helisay rasuulka ilaah iska sabar oo fayucasibuhu ay duuban nimankaana ahlul baldada inay duuban ay rabeen bil cisaabati duub ay ku duuban oo ninka boqorka marka la doobanayo waxa weeye taaj iyo wax weyn oo madaxa loo gelin jiray waa la duubi jiray taaj ka duwan taajka ummaduhu ay duubtaan ay heestaan wax ka duwan loo duubi jiray marka iyadoo marka la duubi rabo la sharixi rabo ayaad magaaladii soo gashay rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam marka iska sabar xaq diidnimada waxba ula jiray falamma aballahu dhalika ilaahay markuu diiday mulkigaas asaga loo waday boqortooyada بالحق بسبب الحق حق السببتي سنة إلهي أكدي الذي حقا سوى أعداك الله إلهي أكسيي شرق ومرقدي من كان عبد الله بن أبي بن سلول بذلك الحق حق أسأل لتمد دون توبك قبت ومرقدي حق أسأل سعيل بي وقعد أنك وكم مرقدي حقي فذلك كاس أو يعني مرقش داس وحق كم مرقدي أو بغض داس وكوق فذلك البغض على داس وكوق إلا تاج أنك اللول بيس ربي فعل به فعل بغض داس به ننكا ما شيء كسميي شيء قاسو رأيت أدركتي وحا آت كو أركي سيقى اللف سنان سها وحا أوه ليه ننكا تاجا لولا بسربي فعفى عنه رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم اسكعفي وكان النبي نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرسولك أصحابتي سوحي هانجرين يعفون عن المشركين وأهل الكتاب مشركين تي أهل الكتاب كي اسكعفي جرين كما أمرهم الله تعالى سيدة إلهي بأو أمري ويسبرون على الأذى لبك كسو قاري قاردنا
وأسجد سبر جرين. قال الله عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال الله تعالى إلهي وحوري ود كثير إن بضم وحي جعلستين إن كواسوا من أهل الكتاب كمذا لو يردونكم هدئ إذن علين الهاية من بعد إيمانكم إيمانك إنك بعد كفارا هدئ إذن كأهيسين الهاية بمعنى صيرورا كمعنى إنه ردي. قالوا إن إذن كردقا ساسي جعلان الهاية حسدا لأدي حسد حاسد نمدر تدنا قال إذن كردقا حسد كاسوا من عند أنفسهم نففيالكو ذا أكتو ذكاء هذي إلى آخر الآية. وكان النبي نبي صلى الله وسلم مبارك عليه وحو أهانجري يتأول متفسرة العفو أي في العفو ومنصوب بنزع الخافي العفو في العفو عفنت الله شيخ ونبي صلى الله عليه وسلم اسكع في الليل ما الذي كي يكون فسير جري رسولك صلى الله عليه وسلم أمره الله نبي إلهي وأمره صلى الله عليه وسلم به ما قاس وأمره حتى أدن الله فيهم في قتالهم إلى دقالك وذا إلهي مركي الدنباء وإدمي انت كلا نبي واسكع في جري صلى الله عليه وسلم وعفنت يدلقاتك وحكو فسير جري آيادها الليل اسك الصبر اسك الدلقات الليل كاسو نبي وكو فسير جري صلى الله عليه وسلم. فلما غزا رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم مركو كدولي بدر دقالك بدر مركو كدولي وفقتل الله إلهي وكدل به بسبب هذا القتال دقالك السبب تيسا سناديد كفار قريش قال دي قريش مدحدو دي إلهي دقالك وكدلي. قال ابن أبي بن سلول وحوير إيه ومن معه وحي معيسا هذي ننكاسو من المشركين يعبدة الأوثان هذا أمر كان وأرن إيران أرن كاسو قد توجه سوجه بمعنى قد ظهر أرن كان أرن صوت ظاهري ويدهن ولقى هر إمان كارن مركي للجبيي وقال دي مدحدو دي دقالك بدر لقول له مركي أركين وحيراهن هذا أمر قد توجه أي قد ظهر وحن وأرن صوت ظاهري وبايع الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم أي مركا الله مبايعودين قيب بضانو قالدي كميدة دقالك بدر وحو نغضي قول وين قول وين وقلبي جب وكنتي قالدي أيو نغضي سابنا وقول نغطي إن بضانو أيها كميدة نيسو إسلامان فبايعوا الرسول رسولك مركا الله مبايعودين صلى الله وسلم وبارك عليه على الإسلام فأسلموا ونسو إسلامين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكني باب لا يحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال إلى قال تعالى إلهي وحير لا يحسبن ساسو إقري قردي أبي عمرو بن كثير النافع آخرنا لا يحسبن أما لا يحسبن قردي أنت كلو باقين تا يغريين لا يحسبن يسن أم لينين ويسن أم لينين الذين كو يفرحون كفرحة بما شيء كفرحة شيء سو أتوا أي لي مادين وأعماش أي سميين كفرحية ويحبون جعلنا أن يحمدوا إن لوغم هدع إليه بما لم يفعلوا أعمال أي سن سمين كوي أي سمين الرياي السنع كربان استسس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وحي سن سمين وحي جعليهن أو بينه إن لوغم هدع إليه أي جعليهن فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب كواسا أم لين عذاب نكبت باديا عذاب نكبت باديا كواها أم لين آيات داس قصصك يا حديثتك يمي أيو شيخ نوشيك دونا رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم هو المصري قال أخبرنا محمد بن جعفر هو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني قال حدثني سيد بن أسلم هو المدني عن عضاي بن يسار المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين رق منافقين تكمدا رقاسوا على عهد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حل قيس أهدان كان وحوها رسول صلى الله عليه وسلم كان شأن وحوها إذا خرج رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم هدو صبحه إلى الغزو دولان هدو صبحه تخلفوا منافقين تاس عنو رسولك وكقد على المريجرين ما برع عجرين با رقب دار منافقين تكمدا نبي كهر عجرين صلى الله عليه وسلم كوا كلنا نبي إسكر راع عجرين ورياء وصمعة سيفت ويسان إذن قادن أون ليدن فهمين أي إسكر راع عجرين وفرحوا كوا مركا قد على المرو متخلفين تا وحيبا كفر حجرين با بمقعدهم فرقوا ذي كفر حجرين خلاف رسول الله بعد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قداشي سي أي فريستين واسقوا النبي مقالة كتغي مقالة النبي صلى الله عليه وسلم كتغي جهاد وكآذي إن إسك فريستان أي كفر حجرين فإذا وقته قدم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة سوق لنا اعتذروا إليه رسولك يعذر دار جيرين صلى الله عليه وسلم وحلفوا بأنه وقود دار جيرين رسولك صلى الله عليه وسلم وحبوه حبج عليه سجيرين أن يحمدوا إن لوغم هدع إليه بما لم يفعلوا وحا أيسان سمين وأعماله إن ليراوكم هدسنتهين وأعمال أيسان سمين لوغا الشكريه
أي مركا جعل يستين فنزلت هذه الآية أيضا سودكتي لا يحسبن الذين يفرحون على آية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى هو إبراهيم الصغير قال أخبرنا هشام وهشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أي أخبره ابن جريج وإساقي مرهد ضمير كان جمع مسلم كان كسابراني صحيح مسلم كسابراني أساقي هل تلميذ لصور شيئا أي جمع لشيئا أن ابن جريج أخبرهم لمدهن أن ابن جريج أي أخبره لمدهن وهشام كان يسأل لصور شيئا فيه صحيح مسلم كان كسابراني استلاح النعاسة مر هدي اللي راه اخبرهم حق له علينا ضمير كاس جمعه اخبره وحو اشهي ابن جريج هم هشام بن يوسف القاضي ومن معه من التلاميذ صحيح مسلم سو قال مثل حاسو اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم ابن جريج اشهي هشام بن يوسف الصنعاني ومن معه من التلاميذ يروح للجريو عن ابن ابي مليكه وعبد الله بن ابي مليكه المكي قاضي بن الزبير في حكومته ان علقمه بن وقاص أي أخبره علقمة أشاقي ابن أبي مليك أشاقي أن مروان نكي مروانها وحاكمك الدولة يعني ملحونها أنجري قال لبوابه حارس كيسي نكي الباب جوغه وهي ورديها وها ورديه سيو حكيري اذهب أرضو تك يا رافع رافعو إلى ابن عباس أرضو تك فقول كل ابن عباس لإن كان كل امرئ قف البهدو يهي قف كاسو فريحك فرحي بما شيء كفر حي شيء قاسو أوتي لسيه قف البوحي لسيه هدو كفر حو أو أحب أجعل هذا قفكو أن يحمد إن لوغا مهد عليو بما شيء لوغا مهد عليو شيء قاسو لم يفعل قفكو أسن سمين وح أسن سمين قفكو إن لوغا مهد عليانا أجعل يستو هدو قفكاسي هاي معذبا سيدا آيادو أي شاكتي هدي العذاب يقف والبا أجعل يستي إن لوغا مهد عليو وح أسن سمين كنا فرحي وحي مركا أوليمد لنعذبن نالعذاب أو نالعذاب أجمعون ده وح فكنا يبى مجرانا أعماش أسوان سميناه مرة أعماش سميناها وحنان سمين أيام بجعلنا هن مرر كقارنا لو كجم هاد عليه هدي هدينا العذاب يو يا بقى أيده كف كنا يو أرادوا مفسر كي أشيء ابن عباس أيده بل يعني وح يك هذا ليسوي فقال ابن عباس يحويري وما محيب الله كم أدينك أدين سجن هذه أدينك محي أدين سجن هذه مروان إيو قوم كي يسوي مسلمين تاع إيو ولهذه هي تن مسألة مسألة هذه ويدين إنسان يا رين كان شأنك أيده يك هذا ليش إنما دعا النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحو أيار يهود يهود هذا كهر أيار فسألهم عن شيء يهودي شيء ويدي فكتموه ويقريان يعني نبي صلى الله عليه وسلم إياه شيء أي نبي كقريان وأخبروه وحين أشيق نبي صلى الله عليه وسلم يهودي بغيره غير ما سألهم وحي أربين يجوابان مهان وحكلة أي نبي صلى الله عليه وسلم يجواب ويقريان فأروه مركزي هدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحي تسيين أنه شأنه قد استحمدوا إن إمهد كد البيان إليه النبي حقه صلى الله عليه وسلم إمهد وقد البيان بما شئنا إمهد وقد البيان سببتي شيء قاسو أخبروه النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء حقه سأيوغا خبرين فيما شأننا أيوغا خبرين شأنه قاسو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي أسؤالي وليبا يقول النبي أبان شيئا يوحي النبي صلى الله عليه وسلم أوربي كقريي أو شيء خلاف كيس النبي أقول جوابي صلى الله عليه وسلم أي هدنا وحي النبي تسيين إنه وليبا شكرا كربان قد مهد سنتين وحبانه هنا النبي أشيئا صلى الله عليه وسلم هدنا النبي وحي حوغا تسيين إنه جعليه إن لهم مهد علي إن لهم مهد علي وفرحوا وحينا مركز كفر حيان يهود بما يلديك أتوا إلي مادين أو من كتمانهم قرنتي حكت أي نبيك كقريان وحي كتبته ذا توريت كوي لأي قريان كفر حسينهم ثم مركز قراء ابن عباس وحو أغريي وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون آية داس أغريو آية داس وحي كهذا لعلمة يهودة علمة يهودة أي كهذا ليه وحي يقدق إن أي قريان وحد توريت كسوغان فنبذوه وراء ظهورهم وحي التوراد كجري دبرها قداشو دي كتورا كذلك سداس وكال آيات داس وآغري ابن عباس حتى قوله تعالى حتى بلغ قوله تعالى إلى قولك إله ابن عباس وكجاري يفرحون وحي كفر حيان بما أي الذي كي أتوا إلي مادين ويحبون وحي نجعليهن أن يحمدوا إن لوغم هاد عليو بما شيء لوغم هاد عليو شيء قاسو لم يفعلوا أي سنسمين ماركو حوري ساب نزول كدت كاسي آيات وكهدل ذاتك وحاس خيانة النبي كسميه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أي آيات كهذه لكن علماء المفسرين توحيرها
كل آية نزلت على الكفار والمشركين تجر بذيلها عصاة المؤمنين. كل آية نزلت على الكفار والمشركين آيات كستو قالت المشركين تكسو الدكتي وصاب نزول كيدو سلاس أها تجر بذيلها فرق إذا وحي كجيدي علم دو إراهن عصاة المؤمنين دادك المؤمنين تا عاسق على الدريق عاسق يقونا مريو ودادا سوكلا يقونا سميه قدال فرق إذا كجيدي فرق وي مرسيمو أبو رستو دا وحا كسو قان والأرض أرض دا واختلاف الليل والنهار هبنك إيا مالي ويذهب هذا كنوا إمانا كنوا تيغا بس خلاف كساف دافا يوحا كسو قان لآيات آيات اللغة عبرقات محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن كريب بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحور بن عباس بيت وان بريي أو وان ساحدي ولجهده عند خالتي هبريرتي أكتي إذا ساحدي وميمونة فتحدث رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شكاستي مع أهله أهل كيسي حاس كيسي ونبي صلى الله عليه وسلم وهبريره أي رسول الله شكاستي ساعة أي مقدارا من الزمان الولجهده ساعة هذا معروف كالولمجهده قدر أن زمن ككمده قدر زمن ككمده ولا شيء كيسنجي نبي صلى الله عليه وسلم حاسكي رسول صلى الله عليه وسلم ثم رقد واسحلي رسول صلى الله عليه وسلم فلما كان ثلث الليل الأخير ثلث الليل هبنك سدح ميلود كيس مركو أهالي ثلث كاسو الأخير وقدم بيجي قعدة وصفر يستي رسول صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء صمد فيري رسول صلى الله عليه وسلم وقال مركاسو مركو صمد فيري رسول صلى الله عليه وسلم وحيري إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا آياتها سو نبي آخر إلى أتم الصورة إلى صورة أكرم ما يستري نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ثم قام رسول صلى الله عليه وسلم مركز استاقي وتوضأ ووسقات رسول صلى الله عليه وسلم واستنى وعدي السدي رسول صلى الله عليه وسلم فصلى 11 ركعة كو يتوان ركعة أي نبي صلى الله عليه وسلم وتكذي ثم أذن بلال بلال مركز صلاة دي فجر كأدمي فصلى ركعتين وركعة الفجر هو فجر ونبي صلى الله عليه وسلم وتكذي ثم خرج وصبح رسول صلى الله عليه وسلم مساجد كسو آدي فصلى الصبح مركز أرن كان وأرن أمدي سأجدين أيو نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قفكم مركو فردادة كسو تواصو أي وحل الجدين إنو آيادا كبل لابو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى تمام السورة اللي قاروا إنو أقريو مركا كبعد إنو السقات كيسي قيام الليل كيسي وقفكو آدم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا من كان باب قال تعالى إلهي وحير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال الله تعالى إلهي وحير الذين كوي يذكرون الله إلهي حسيا قياما قائمين حالهن أيقو تاغا إلهي حسيا وقعودا قاعدين حالي فديان إلهي حسيا وعلى جنوبهم دين عيده ذا حال يا هذين دين عيده وجهفنا إلهي حسيا بمعنى وحال لجدا يذكرون الله في كل حالة إلا بن آدم كأحواشاس سدح ذا كمن مرنا أما كما خالئة ذكر إلهي كوا سداس حالة والبأجوكتين يقول لازمية ويتفكرون هدنا كفكرية في خلق السماوات والأرض سماوات كي أرض أبو رستو ذي كفكرية ومحي إليهن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لهي إله خلق كان عجيب كله إيه تدبير كان عجيب كله إله عيار يبادل وما أذن أبورا سداس لهي النتيجة أصاب بحيث سدا كل واقعيه آيات داسو حكو سعرر حديث إيه قصصة أيو شيخ نوشيك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله هو المديني البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهد هو البصري عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن مخرمة بن سليمان المدني عن كريم بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت عند خالتي ميمونة وحديثكي هذا الصمر حديثكي كريب بن عباس أو دريخ كالي دريخ كالو الشيخ وكوكاني مركي هروح وها سعيد بن أبي مريم وشيخها هذا علي بن عبد الله المديني البصري دريخ أسو كوكاني هذا دريخ كالا نوسو سعادة وشيخ الشيخ دريخ سدحات أيو هذا مركي هذا كوكيني دوناه قال بيت عند خالتي ميمونة فقلت مركي سامو حايري لاندورن فيرية أو فيرية إلى صلاة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاو بل قابكو اتوكنا ايو ايان فيرسنا
وضري حد لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو سوردي وسادة بركن أو كسيحدو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وحو قد قال إنه كما سمع عن وجهه وجهه وكما سمع رسول صلى الله عليه وسلم آياته طبنك آهي حتى ختم إلى سورة النبي صلى الله عليه وسلم وكختمي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحو أتغي شنن هان بيا هان بيا كجران وعلقا ميل لغحري وميل لغل الذي هانتي النبي صلى الله عليه وسلم آدي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم شنه هانتي النبي صلى الله عليه وسلم وصوقبته فتوضأ وكوي سقاط النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول صلى الله عليه وسلم واستاغي يصلي حال تكنيو رسول صلى الله عليه وسلم فقمت أنا واستاغي فصنعت مثل ما صنع وحي رسول صلى الله عليه وسلم وسميي أو كلام سميي ثم جئت وأنا مدوير فقمت إلى جنبه نبي قد عيسى سو استاغي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على رأسي رسول صلى الله عليه وسلم قعنتي سي أيو مدحيك ساري ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدني دكتي ذو قبتي وجعل رسول صلى الله عليه وسلم وحو قد قال يفتلها دكتي ذو قعنتي مرمريه قعنتي سيدة أمر اللي يتنبهو برارو قليها وعبادة كبرارو قليها قليها ثم صلى ركعتين رسول صلى الله عليه وسلم الله ورحك عدتو كذي ثم صلى ركعتين 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 الله بقى يتوان ركعو الله يتوان ركعو أي نبي صلى الله عليه وسلم أوتكي ثم أوترى وتر كي هذا نكتر رجعي وتر كاهد أي نبي صلى الله عليه وسلم كوي يتبان كاس الرواية ده هري وافق مرك الرواية ده هري أي وافق كوي يتبان كاس ونبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وتكن أيوه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى إلهي وحيري ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا يا ربنا ربي جنيو إنك أديك من تدخل النار نار قفك جليسه مؤمنين تي أسد الله هي كدعى سنوي ربنا إليه المؤمنين تي إنك سُل الحديث بن عباس النوكيني أو من طريق ثالث طريق سد حاد هذانا يمر بن نوشي وحديثك وقش يا خبو قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا أنت ديركيدي كوس يحدين فنام رسول الله وهردي صلى الله عليه وسلم إلى قبله قبل انتصاف الليل أما هبينك وحير كهر ونبي صلى الله عليه وحير ثم مركو هبينك كالبر أما كالبر أنت لجارين أما كالبر مركي لجاري وحير كبعدي وشكية عبد الله بن عباس أنت بوكو شكية ثم مركا كبعدي استيقظ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا سوسو براروغي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقودا قالي يمسح النوم عن وجهه بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم هردد وجهه يسا لابد يسا قعمد وقم السحي ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران طبعاً كأيضاً قدام بيا سورة آل عمران والنبي آخره صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنن هان أيو استاجي هان تاسو معلقة من الجحري فتوضع من حقه ذكوى سقاط فأحسن وضوءه وسقاط كيس النبي صلى الله عليه وسلم وناجي ثم قام يصلي واستاجي رسول صلى الله عليه وسلم حاله تكنيه فصنعت مثل ما صنع أنتو نبي السمي صلى الله عليه وسلم هذان ابن عباس هاي أيان سمي ثم ذهبت واتقي فقمت إلى جنبه نبي قرن عيسى استاغي صلى الله عليه وسلم عليه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني دكتيد نبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى كعنتي سمدكتا أيو دكتيد نبي صلى الله عليه وسلم كقبت يفتلها حال مرمرين أيو دكتيد كعنتي الشريفة هاي فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين والله يتمر ركعتين ثم أوتر روايته هو فقط ثم الدجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع بعد أيو جيفتي حتى جاءه المؤذن الدجع محل ولا شيء مرك الدجع والدجاع فوق هذا الحديث كان يكقاتين والسنة ضعها يعني قفك قبيل الفجر مرك ما ركتاه آذانك آذانك ما ركتاه مرك ودعه أما ودع ربه أما مرك ودعك بعد يوحى السنة يدنا عدنا ليستريح من تعب الليل هبينك تعب كيسة تهجدك تعب كيسة يدال كيسة إنه وحي رغفك راح يستريح هرده بريقة معه ولا هرده هرده استراحه حقا الاستوري ثم الدجع رسول صلى الله عليه وسلم مركز وجيفته سيحدي حتى جاءه المؤذن إلى المؤذن كنبي صلى الله عليه وسلم ويمان فقام فصلى ركعتين خفيفتين لابد ركعتين خفيفتين وركعتين الفجر ركعت الفجر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم ثم خرج مسجدك أبحي رسول صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا مذكر باب بابه قال تعالى إلهي وحور ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مؤمنين يا وليد عدو دي الله ياه ومؤمنين وحي كل عيسين ربنا يا ربنا ربي قنيو إننا نو سمعنا مناديا روح نادينا يا أيان مغلني منادي قاسو ينادي للإيمان إيمان كنوغو ياري ودنا إيمان كنوغو نادينا ومحول يا منادي أن آمنوا بربكم ربي رمية فآمنا
annaguna waa rumaynay rabbiyow. Wixii qisas oo axaadiis ku yimid ayuu sheekhu noo sheegay. Qaala alimaam bukhaari raximah allahu tacaala, xadatana qutaybat bnu saciid bnu jamil baqlaani can maalikan can makhramata, waa isnaadka haddaan soo marnay markii laga reebo qutayba, qutayba markii laga reebo, can makhramata bnu sulaymaan can kurayb mawla ibni cabaas anna ibn cabaas radia allahu tacala anhuma akhbarahu annahu ibn cabaas baata cinda maymuunata zawji nabiy sal allahu wasalam wabaraka calayh. Waa nafsul isnaad, isnaadkii haddaan soo marnay wax yaruu ka bedelay mooye, waa dariiq kale haddana dariiq xadiis ibn cabaas uu dariiq kale ku keenay, shuyuukhdii wax yar ka bedelay. Annahu baata cinda maymuuna zawji nabiy sal allahu calayh wasalam wahiya khaalatuhu qaala faldajactu fii cardi lwasaada waldajaca rasuulullahi sal allahu alayh wasalam wa ahluu fii duuliha fanaama rasuulullahi sal allahu alayh wasalam waa seexday xataa idan tasafa alleylu habeenku kala bar markuu noqday aw qablahu qabla intisaafi alleyl biqaliilin aw bacdahu bacda intisaafi alleyli biqaliilin ayaa istayqada rasuulullah rasuulullahi sal allahu alayh wasalam uu soo baraarugay fajacala rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu gudagalay yamsaxu nawmi can wajhihi biyadihi ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم الدجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة النساء هذه مدني سورة النساء آل عمران شيخ مركو صور لما يسري تفسير كذي وحي كسو قاري وأحاديث هي قصصة سورة النساء الشيخ قال هدنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري وحي قال ابن عباس عبد الله بن عباس وحي في تفسير قوله تعالى أسو قدريناه في تفسير قوله تعالى قولك إلهي مركو فسيري يستنكف مركو فسيري ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أيضا مركو فسيري ابن عباس وحيري يستنكف حالو لجي ذاهري يستكبر عن عبادته إلهي عبادتي سقفك كسن تاقة وهذا يستكبر تأكو فسيري ابن عباس أيضا يبكو جرتاه ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر مركو ابن عباس وحيري لجي ذا أريق أيضا كجره ويستكبر oo cadfun ku ah yastankif ku cadfan waa cadfu tafsiir macna kale ulama jeeda ibn cabaas cadafkaas wa yastakbiro aayadda ku jira waa cadfu tafsiir ula jeeda maxay fasiraa yastankif yastankif aa lagu fasiray tafsiirkaas ula jeeda qaala alimaam albukhaariyu raximahullahu tacaala fii tafsiiri qawlihi tacaala wuxuu ku yidhi qiwaaman markuu ilaahay dhahay subxaanahu watacaala walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaaman walaa tu'tuu sufahaa kuwa sufahadee caqliga fudud oo tasarufka maalka aan hagaajin karin amwaalakum maalyaalkiina iyo xoolihiina ha u dhiibinin oo haseenina allatii amwaashaasoo jacala allahu lakum qiyaaman qiyaam ilaahay idinkaga dhigay qiwaamukum ayuu ula jeedaa qiyaaman ibn lafta aayadda heede yacnii qiwaamukum waa tafsiiru ula jeedaa markaa alqiraa'atu almashhuura bitaxtaaniya badala alwaaw saasu qiyaaman qiraada mashhuurka iyo ay ahayde bitaxtaaniya badala alwaawi laakinahumaa bimacnan wa qiraa'atu ibnu kathiir abi camrin wacaasim waxamza walkisaai min asabca wa qara'a naafic wabnu cabaas qiyaman bigayri alifin qaala abu cudayata yuqaalu waxaa la yidhaahu yiri qiyaama amrikum wa qiwaam amrikumna waa la yidhaha walaslu bilwaaw fa abdaluuha yaa'an likasrati alqaf qiraada mashhuurada waxay ahayd qiyaaman markaasuu wuxuu ku fasiray ibnu cabaas wuxuu yidhi qiwaamukum aa loola jeeda qiwaamukum qiwaamukum muxuu ku fasiray allatii jacala allahu lakum qiyaaman amwaashaasoo qiyaam ilahay idinka qiyaam maxaa loola jeeda marka qiwaamukum ilahay idinkaga dhiga toosnaashadiinni maalku waxaa ku toosan min macaayishikum cayshiyaalkiina iyo nololyaalkiina maalkii noloshiinnu ay ku taagnayd sufahada haysaga dhiibinina sufahada haysaga dhiibinina oo tasarufkooda aan hagaajin karin qaala alimaam albukhaariyu raximahu allahu tacaala fi tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi lahunna sabiilan fa in shahiduu fa amsikuuhunna fi lbuyuut xataa yatawaffaahunna almowtu aw yajcala allaahu lahunna sabiilan taas taasoo aayaddaas ula jeedaa inuu fasiree oo markii intaan rajmiga yacni aan la sharci qabla tashriici rajmi waaljaldi intaan karbaashka iyo rajmiga aan markaa loo jidaynin oon loo tashriicin qofkii zaaniga ahaa aayadahani xilligaasay soo degeen fii suurati nisaa oo ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi fain shahiduu afar qof hadday markhaati kacaan inay sinaystay qofkani uu ka afar qof ay ka markhaati kacdo fa amsikuuhunna haweenkii ku haya fi lbuyuut xataa yatawaffaahunna almowtu ilaa mowtku uu ka dilayo mowtku ka oofsanayo aw yajcala allaahu lahunna sabiilan
ama jid kale ilaahay uu yeelayo, jid kale ilaahay uu yeelayo. Marka maxaa jidkaas loola jeedaa? Yacnii ilaahay wuxuu la jeedaa, yuhi Bukhaari, alrajma lithayibi la rajmiyo waljalda karbaasho lilbikri. Saasaa loola jeedaa, ilaahayna jid waaba u yeelay. Qaala alimaam Bukhaari raximah allahu tacala, wuxuu yihi waqaala gayruhu gayru ibni cabaas, ibni cabaas gayrkiisuna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala markuu fasirayay mathnaa wathulaatha warubaaca fankixuu maa taaba lakum min annisaa, mathnaa wathulaatha warubaaca markuu fasiray wuxuu ku yidhi fankixuu nikaaxsadu, yidhi ilaahay maa taaba lakum wixii idiin wanaagsanaaday nikaaxsada, oo min annisaa'i dumarkii ah mathnaa laba laba xaalayihiin nikaaxsada, wathulaatha saddex saddex xaalayihiin nikaaxsada, warubaaca afar afar xaalayihiin nikaaxsada. Yacnii uu yidhi gayrkiis, gayrkaa dhahaye. Waqaala gayruhu ibni cabaas gayrkiis wuxuu yidhi yacnii ilaahay wuxuu ula jeedaa ithnayni wa thalaathan wa arbacan. Saasuu nikaaxsada lo mathnaa uu ku fasiray, laakiin tafsiirka xagga luqada mashhuurka ah wuxuu ahaa mathnaa marka la fasirayo in maadaama uu yahay ithnayn, ithnayn uu ka tarjumayo in lafdi mukarara lagu fasiro. Yacnii ilaahay wuxuu ula jeedaa mathnaa marka la fasiro ithnayni, ithnayni. Saasuu ahaa tafsiirka mashhuurka ah. Marka waxaa laga yaabaa sheekha inuu soo ikhtisaariyey lacallaha mashhuura, waa iska mashhuura, dadka dhana fahmay, waa wax la iska fahmayo. Laakiin tafsiirka yacni marka la fasirayo erayga mathnaa, tafsiirkeedu wuxuu noqonaa ithnayni, ithnayn, in lasoo celiyo laba goor. Sheekhu marka muxuu mukararka uga tegay? Waxa weeye likowniha mashhuura, waa la iska yaqaan, qof aan ogeyn ma jiro in marka mathnaa la fasirayo mukarar lagu fasirayo. Sidaasoo kale thalaathan iyadana waa lamid, oo waxa lagu fasirayo iyadana thalaathan, thalaathan, wa arbacan rubaaca marka la fasirayo arbacan, arbacan, luqada saasaa lagu fasira. Marka inuu mashhuurta wetay waa dhici karta. Yacnii wuxuu ula jeedaa ilaahay ithnayni wa thalaathan wa arbacan ayuu ilaahay ula jeedaa. Walaa tujaawizu alcarabu, Bukhaari wuxuu yidhi carabtu ma gudubto rubaaca. Markay cadliga samaynayaan erayga arbaca kama gudbaan, cadli markay samaynayaan. Oo erayga ithnayn hadda cadliyaa lagu sameeyo mathnaa la yidhi, thulaathana cadliyaa lagu sameeyo waxaa la yidhi, waxaa la yidhi thalaathan, thalaathana cadliyaa lagu sameeyo waxaa la yidhi thulaatha, arbacana cadliyaa lagu sameeyo waxaa la yidhi rubaaca. Bis halkaa ku joojiyo kuleeyahay Bukhaari. Waa madhabka ibnu Maalik, madhabka ibnu Maalik. Wa waznu mathnaa wa thulaatha kahuma min waaxidin liarbacin falyuclama, meesha ibnu Maalik alfihiisa ku dhahay. Wuxuu ku leeyay isagu waznu mathnaa wa thulaatha kahuma min waaxidin laga bilaabo liarbac falyuclama, intaa hallow, intaasuu ku joogaa. Laakiin dad badan ee naxwiyooday waxay leeyihiin ilaa cashara la maqlay, ilaa cashara. Oo ilaa cashara maxaan leenahay marka markaan cadlinayn? Waxaan leenahay khumaasa, sudaasa, subaaca, thumaana, tusaacaya, cushaara, in badan oo naxwiyooleyda ka mid a. Laakiin Bukhaariga isagu wuxuu leeyahay walaa tujaawizu alcarabu rubaaca, marka cadli la samaynayo erayga arbaca rubaaca bis, khumaasa ma jirto leeyahay, khumaas buu diidanyay. Waa madhabkii ibnu Maalik alfiyadiisa, madhabkii ibnu Maalik alfiyadiisa uu ku qiray wey. Marka xaafidkuna adiga sharax dheeru meesha ka bixiyey wuxuu leeyahay ilaa cushaara waa la maqlay, cushaara ilaa waa la maqlay, ilaa tobanka cadli lagu sameeyo. Oo wuxuu sheekhuba usoo dariishaday nin gabyaayaho la dhihi jiray Kumayd, Kumayd ayaa wuxuu yidhi falam yastariithuka xataa ramayta fawqa rijaali khisaalan cushaara, khisaalan cushaara ayuu yidhi falam yastariithuka, kuma aysan daahsan, oo nin daaha kaama aysan dhigin, xataa ramayta ilaa aad ka ziyaaday. Ramaa bimacnaa zaadaha jirta, taasuu ula jeedaa ninkan shaacirka. Ramaa waa tuuraydii ma ah, bimacnaa zidtow, xataa ramayta ilaa aad kala ziyaaday, fawqa rijaali ragga dushooda, khisaalan arrimo aad kala ziyaaday, arrimahaasoo cushaaraa ee toban toban ah. Ragga sifaatka ay leeyihiin min ashajaacati walkarami waljuudi, tobannaanaad ka dheertahay ragga, tobannaan sifaada. Marka muxuu yidhi falam yastariithuuka, kuma aysan daahsan, xataa ramayta ilaa aad kala ziyaaday, fawqa rijaali ragga dushoodii, khisaalan arrimo, arrimahaasoo cushaaran toban toban ah. Marka xaafidku wuxuu leeyay waa la maqlay, ilaa cashara baa la hayaa. Bukhaarina wuxuu yidhi waa madhabkiisa, walaa tujaazizu alcarabu rubaaca. Qaala alimaam Bukhaariyu raximahu llahu tacaala, baabu qowlihi tacala, baabun hada midkana baabu, qaala tacala ilayh wa in khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa mathnaa wa thulaatha wa rubaaca. Qaala tacala ilayh wa in khiftum, haddaad ka cabsanaysaan, an laa tuqsiduu inaadnan cadaalad samaynin, fi lyataama fii sha'ni lyataama, agoommadii sha'nigoodii inaadnan cadaalad u samaynin, haddaad ka baqaysaan, fankixuu maa taaba lakum min annisaa, haweenka kaloo agoommada aan ahayn guursada, wixii aayaddaa ku yimid oo qisas iyo axaadiisa
أيو شيخ نوشي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى هو الصغير قال أخبرنا هشام مرهد ابن جريج مشيد هشام بن يوسف سنعاني عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أيا كانت له يتيمة قبل أقوانها وأهاتي أقوانتها سوحنانين جري فنكحها وقورسدي أقوانتي وحنانين جري أيو قورسدي وكان لها أقوانتنا عذق أيا وهذه ساس مودين ضبدي عذق بفتح العين يا مسعيد قن أيدين كردي أيدين كانوا يا هوسو كغبت سوا قوله عذق بفتح العين المهملة والسكون المعجمة النخلة وبالكسر الكباسة والقنو وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة والمراد هنا الأول وأغرب وحا غريب سميي الداودي ففسر العذق وكفسر في حديث عائشة هذا بالحائد يكفسر بارو كفسر معنى البستان لو لم يجد عذق وحا لو يجد الشيخ النخلة هل قيت مرأة إلى هذا؟ قيت مرأة إلى هذا كبير أن الرجل أن أيا كانت له رجل يتيمة وهاتي قبر أقوانا فنكحها قبر أقوانتا أهيد أيو قرسلي وكان لها قبر أقوانتنا عذق أيا وهاتي قيت مرد أقوانت لهذا وآبه دي أي كرد حشي وكان وحوها ننكو يمسكها أقوانتا مدها يبا عليه لأجله أجل العذق قيت كاستمرتا أدو حكوية التي درتت ووحنا إنها أهيا ولم يكن لها أقوانتنا وما أهانن من نفسه ننكا عن نفس الديسة شيء أقوانتا وما أهانن شيء من الحاجة أيضا الضنة كما لا يحسن ما دام أكسوكري وأكو حناني هذا ما الديدي كرتد وأكو قرسانا أيضا هي إسكتر حاجنا كما لها أيضا مركاو أسوغن عيد غياس ورأي هذا ننكا لقرسة عيد غياس وهذا قعنت أقليه باركتا عيد غياس قعنت أدينا هكوسة وقليه القبضي قرساس وقرسة فنزلت فيه في شأنه هذه الآية ننكا شأن نقيسي آيادنا كسو الدكتي وإن خفتم الله تقصدوا في اليتامى أحسبه وحان أم لينو يري عرو قال إنو يري عرو إنو يري أيان أم لين كانت وحي أهيد كبرلو شريكته ننكي حنانين جري ولقي ويولقي حنانين جري كي حنانين جري مسؤول كاها مت شركة كلا أهيد في ذلك كاسي شركة كلا أهيد إنو يري أم لين كاسو العذق أجتمرت كاها وفي ماله هنا الشركة يقول أهد إنه يري عروة وأم لنا دمالك الشركة يقول أهد إنك لجورسته إنك يا ماشي سوف رجلنا الشركة دي مركزي يقول يدنا الدن كما لهم مركز يدنا لقوا عن أنتي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان هو المدني عن ابن شهاب الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فقالت مركزي وحي تري أمنا عائشة يا ابن أختي هذه تني اليتيمة وقبر أقوانا يتيمة سوى تكون أهانيس في حجر وليها ولغا حضانة ديسي أهانيس حجر المراد هنا بمعنى الحضانة حضانة للرجل ولغا حضانيني تشركه تصالها وحي شركة كلتها ولي حضانيني في ماله مالك سي شركة كلتها ويعجبه ولي حضانيني ومسؤولك كاها وحي عجب قليني مالها قبل مالك دي وجمالها قرح دي أي عجب قليني فيريد وليها ولي مرك وحدوني أن يتزوجها قبل إنه قرصد بغير أن يقصد في صداقتها في صداقها مهر كذا أصوان كعدالة سمينين أرهب إنه قرصد مهر كذا أصوان عدالة سمينة وأسكا يسيو waxa bilaash uu iska meher uga dhigay culimada kula doodi kartaa meeda kula doodi kartaa soo xadaanaysay fayuudiyaha uu siiyo midla ma yuudiyaha gairuhu waligaan gairkiis gabadha wuxuu siilahay masalkeed inuu siiyana marabo wuxuu siilahay inuu siiyo marabo fanuhu dadkii awliyada ah gabadha agoomada xanaaneeyay aan dalika shaanigaas laga nahiyay saas inay gabadha agoomada u baahdilaan ayaa laga nahiyay illa an yuqsidu lahun إنه عدالة أصمعين أيان مهاني ويبلغ بهن قبلها إنه لقارسين أيان مهاني أعلى سنتهن وددو وددو أقص الرئيسة في الصداق مهر كان أقص الرئيسة إنه قارسين أيان مهاني فأمروا مركب وحال الأمر أوليدي أن ينكحوا إنه قرسدان ما ضاب الله من النساء سواهن سوى الأي إتامو أقوانتي وحي كسوار قبلها كلا قرسدان لين أداد كوانساء أبهد ديليسان قال عروة وحوير قالت عائشة وحيتري وإن الناس ذاتك
استفتوا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جواب دلبين بعد هذه الآية، بعد نزول هذه الآية آيات المركي سودكتك بعد، فأنزل الله إلهي حسودجي ويستفتونك في النساء. قالت عائشة، عائشة وحيتري، وقول الله تعالى قولك إلهي في آية أخرى آياتك لإلهي أكويري، وترغبون وحد مركا نعيسان أن تنكحوهن قبله أقو مضاها إن تقرستان واد نعيسان، معناها آيات المعنه دو حلو لجيدا رغبة أحدهم أولياء رغبة أحدكم متكين عديسي عن يتيمته قبله حضارين يو أقوانتا أهيد ونعيه حين وقتك يو نعي تكون يتيمه أي هانيسو قليلة المال والجمال مد قروح دون أيرتهاي مالك دون أيرتهاي وأسكن نعمرك هذه حوغاها انتئ وكو أركان وحليا مالك لها آدي مالك لها آدي نوليها. قالت وحيت الأمر عائشة فنوه أوليدي أمرك وحال لغا ريبي ولغا نهي أن ينكحوا إنا يقرسدان عمان دول إنا يقرسدان لغا ريبي رغبوا أي جعلادين في ماله من كاس مالكيس أي جعلادين من كنو حكود يعني قبلها أقوم هذا هاي يو جماله من كا قروح دي سدكي أي جعلادين إنا يقرسدان أي لغا نهي في يتام النساء كبدل في يتام النساء إنا يقرسدان أي لغا نهي dumarka agoomada ah marka quruxdooday maalkooda ay u guursanayaan maalkaasi raweena yaan shirka kula noqdaan illa bil qisdi cadaalad inay ku guursanayaan mahan min ajli ragbatihim aya looga nahiyi niciddooda dartooda looga nahiyo aan hunna gabdhihi agoomada ay nacayaan ila kunna qaliilatil mali wal jamal hadii hantidooduna ay yartahay quruxdooduna ay yartahay ay marka ay nacayaan dartooda looga nahiyo allah subhanahu wa ta'ala.